دي النتيجة. الإسعاف يلقي بامرأة مصابة بكورونا بالشارع. النشطاء يتداولون أو يتناولون بشكل واسع الصورة لإلقاء الإسعاف سيدة مصابة بفيروس كورونا وتعاني من غيبوبة كبدية بجوار مستشفى جبين القناطر بعد رفض نقلها الحجر الصحي، ومدير المستشفى يؤكد إنها من ألقت بنفسها ورفضت الصعود إلى السيارة. بص يعني بص، هم في التكذيب، في التكذيب مكان. ده أسامة هيكل طالع دلوقتي يكذب فيديو المدن الجامعية اللي انت وريته لك ده. شفت فيديوهات المدن الجامعية بتاعت الست اللي لقيته بحبك يا ريس؟ بس انا شفت الفيديوهات دي. تخيل أسامة هيكل طالع يكذب وبيقول الفيديوهات دي كذب، الفيديوهات دي كذب ومصروف عليها كتير جدا. يا راجل بيقول كده والله الفيديوهات دي، بيقول بالنص في اليوم السابع علق على الحاجات دي وقال لك، علق الدكتور، هو دكتور منين ما اعرفش، على عمليات اجلاء العالقين في دوله وغيرها وشكاوى العائدين من عدم وجود اماكن في الحاجة المدن الجامعه الان، قائلا هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومصنوع ومصروف عليه كتير عشان يطلع الشكل بالمنظر ده. واكمل اسامه هيكل مع برنامج القاهره الان المذاعه على فضائيه كذا مع لميس ان المدن الجامعيه تم اعدادها باعلى مستوى بالتعاون مع القوات المسلحه ووزاره التضامن لتوفير الاعاشه، وهو ما يتنافى مع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي. انا يعني السؤال، يعني انت بتكذب مين يا اسامه؟ بس هم كده، هو ده العسكر. بص تبقى شايف الاحياء بعينك يقول لك لا مش حقيقه. طب ومعين مصروف عليه كتير ازاي يعني؟ يعني مصروف عليه كتير ازاي؟ ايه اللي في الصرف؟ وانت ما بتعرفش في الاعلام؟ وانت حمار حتى في الاعلام؟ يعني انت حمار في الحياه فتبقى حمار في الاعلام؟ ايه الفيديو ده مصروف عليه ايه؟ يعني بافتراض ان الفيديو ده مصروف عليه، يعني اتعمل مصروف عليه ايه؟ جابوا ترابيزه وشلت وبتاع وصوروها، فين الصرف؟ انت حمار، انت حمار، انت حمار، واللي جابك حمار.